وللحديث أكثر عن مجزرة إجبلة التي ارتكبتها قوات سوات ضد المدنيين واعتراف الحكومة بتضليل المجتمع فيها، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. حياكم الله، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. لا تزال هذه المجزرة في الحقيقة تلقي بظلالها على المشهد في العراق وعلى كل من تابعها ويتابع التطورات المتعلقة بها. الحكومة أو الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيق في هذه المجزرة، والسؤال يدور الآن عن أهمية وقيمة هذه اللجنة التي ستنضم إلى عدد كبير من اللجان التي شكلت قبل ذلك في مجازر في ثورة تشرين وفي غيرها من المواقف التي حصلت. يعني سياسة الإفلات من العقاب هي سياسة ممنهجة ومبرمجة ويجري العمل عليها في العراق منذ غزوه واحتلاله عام 2003 بشكل كما قلت ممنهج ومبرمج. هذه السلطات شكلت مئات لجان التحقيق وربما أكثر من ذلك أيضا منذ احتلال العراق، ولحد الآن لم تصدر أي نتيجة لأي لجنة تحقيق شكلت بموجب أمر قضائي أو بأمر حكومي. الجميع يعرف أن الذين يرتكبون هذه المجازر لديهم غطاء قانوني وغطاء من السلطة، وهم يتحركون بموجب هذا الغطاء القانوني والرسمي، ولذلك هم يأمنون من أي يعني لجان تحقيق أو من أي محاولة لكشف الحقائق. هذه محاولة من الكاظمي، عملية تشكيل لجنة التحقيق محاولة من الكاظمي ومن سلطته للتضليل والتعتيم على هذه الجريمة أسوة بكل المجازر والجرائم التي حدثت في العراق خلال 19 سنة الماضية. يأتي ذلك في ظل الرواية الحكومية التي كذبها شهود عيان وكذبها أهالي المغدورين كذلك، وهذا يحيلنا إلى سؤال آخر عن تعامل قوات سوات بهذه النيران التي استخدمتها، الكثافة والعنف الذي استخدم في هذه المجزرة تجاه فرد متحصن في منزله وقتل أطفاله الأبرياء بهذه الطريقة. كيف يمكن تفسير هذا السلوك أستاذ مصطفى؟ هذا السلوك إجرامي واضح انتقامي نتيجة لحالة الفوضى التي تسود في هذا البلد. الأهم من عملية الإطلاق النار وهي وحشية جدا وغير مقبولة بل مرفوضة تماما ومستهجنة ومستنكرة بكل المقاييس والمعايير، هو كي السؤال الأهم هو كيف تحركت هذه الأرتال الكبيرة من بغداد ومن عدة مديريات لتهاجم هذا المنزل الصغير الكائن في منطقة ريفية نائية، ويعني دون أن تأخذ الاعتبارات بتحركها، الاعتبارات الرسمية بتحركها من بغداد ومرورها على العديد من نقاط التفتيش سواء في الخروج من بغداد أو في الدخول إلى محافظة بابل، دون الإذن من المحافظ، دون الإذن من قيادة العمليات، دون الإذن من قيادة الشرطة. هذه القوات التي تجمعت من بغداد ومن بابل ويزعم أنها طبعا بدون إذن رسمي، كيف لها أن تتحرك وترتكب هذه المجزرة؟ وكيف يمكن أن يتعامل هؤلاء المجرمون وفق أي قواعد اشتباك وفق أي قواعد لإطلاق النار مع هذه الحالة التي كانت أمامهم؟ حتى لو افترضنا أن هناك إرهابيا يتحصن في هذا المنزل، كيف لهم أن يتصرفوا بهذا الشكل؟ هذا سلوك إجرامي نتيجة الحشد والتحشيد الإجرامي الذي يعتمر نفوس هذه العصابات الإجرامية. أستاذ مصطفى، في ظل تكرار انتهاكات وجرائم القوات الأمنية كما رأينا ضد المدنيين، وفي ظل المطالبات لنقابة المحامين ولغيرها من النقابات والجهات بإعادة النظر في تركيبة الأجهزة الأمنية وفي بنيتها، ألا ترى أن الوقت قد حان للنظر مرة جديدة في بنية هذه الأجهزة الأمنية وفي عقيدتها تجاه الشعب العراقي؟
هذه الأجهزة الأمنية شكلت ابتداء بأمر حاكم الاحتلال الأمريكي بول بريمر المرقم 91، وأوكلت المهمة التنفيذية إلى المجرم باقر سولار لدمج هذه الميليشيات، وفعلا هو قام بهذه المهمة ودمج هذه الميليشيات بالآلاف في أجهزة الأمن وفي أجهزة في القوات العسكرية. وبالتالي هذه المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية يجب أن يعاد بناءها بالكامل من الصفر على أسس وطنية وعلى أسس يعني مبدئية حقيقية، وليس على أساس التحريض الطائفي والتحشيد الذي شكلت بموجبه والذي يعتمر قلوب ونفوس هذه وعقول هذه الميليشيات الإجرامية ضد شعب العراق، وتحديدا ضد سنة العراق لأسباب انتقامية وبتوجيه من جارة السوء إيران لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي الذي يتعلق بالتغيير الديموغرافي ويتعلق بإحلال يعني مجاميع سكانية في بعض المناطق وسلب بعض الأراضي من كثير من الأراضي من مالكيها وهكذا. نعم. هذه المؤسسات يجب أن يعاد بناءها وفق عقيدة وطنية. نعم. حقيقية وليس وفق العقيدة الميليشياوية التي. نعم. بنيت عليها. سيد مصطفى، بحسب الكاظمي فإن الحكومة كشفت عن محاولة تضليل تمت في الرواية المنقولة للرأي العام العراقي فيما يتعلق بهذه الجريمة. السؤال اليوم عن من يملك نقل رواية للرأي العام ويملك أدوات نقل هذه الرواية حتى يتمكن من تضليل الرأي العام وتضليل الحكومة فضلا عن ذلك. هذه المجزرة كشفت قضيتان أساسيتان. القضية الأولى كذب الإعلام الرسمي والمتحدثين الرسميين الأمنيين منهم وغير الأمنيين في العراق. هؤلاء جميعا يقدمون معلومات كاذبة، وهذه القضية انكشفت ليس بسبب يعني المسعى الحكومي والرسمي لكشف الحقيقة فيها، وإنما بسبب الناشطين ووسائل الإعلام البزيهة وهي قليلة بالمناسبة في فضح التي أجبرت الحكومة على الاعتراف بهذه الحقيقة وفضحت الجريمة منذ الساعات الأولى. القضية الثانية التي كشفتها هذه الجريمة هو أن الإعلام الرسمي الإعلام العربي من خلال مراسليه في العراق مرتهنين بالكامل لسلطة المنطقة الخضراء. صحيح أن المراسل الصحفي يحتاج إلى مصدر في البداية يعتمد عليه، وقد صدر المصدر الرسمي عبر خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئاسة الوزراء في العراق، ودعا أن هذا الشخص مجرم وإرهابي ويعني يتاجر بالمخدرات وإلى آخره. لكن القنوات العربية بالذات بقيت أو بعضها بقيت تروج لهذه الرواية لعدة أيام ليومين أو أكثر، وتستقدم من يسمون بالمحللين السياسيين والباحثين، وهم في الحقيقة مرتزقة وأبواق رخيصة تروج لهذه الجرائم الحكومية. وهذا يعني أن كثير من الأخبار والجرائم التي نسبت إلى غير أهلها ويعني عبر في السنوات الماضية وفي كل مكان من أرض العراق، وخصوصا في المناطق التي يعني دمرت بسبب. نعم. عمليات العدوانية التي ارتكبت، كل هذه الجرائم يجب أن يعاد النظر فيها ويجب أن تفحص من جديد لنكتشف الحقيقة التي تضليل بموجبها من قبل الأجهزة. شكرا. الرسمية ومن قبل القنوات العربية. شكرا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر سيد مصطفى كامل، شكرا لك.